بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين باب أن الأئمة عليهم السلام غلاة الأمر وهم الناس المحسودون الذين ذكرهم الله عز وجل في هذا الباب يجمع الكليني رضوان الله تعالى عليه، في كتاب الكافي الشريف مجموعة من الروايات في تفسير آيات من القرآن الكريم دلت على ان الأئمة عليهم الصلاة والسلام هم ولاة الأمر في قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وكذلك هم المحسودون في قوله سبحانه وتعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وهاتان الآيتان هما في سياق واحد بين الآية الواحدة والخمسين والآية التاسعة والخمسين من سورة النساء. وكان من شأن نزول هذه الايات الشريفات ان مجموعه من يهود المدينه بعد غزوه احد هؤلاء راوا ضعفا في المسلمين بسبب الهزيمه التي حصلت في احد وما تلا ذلك من تجرؤ كثير من الاعراب المشركين على المسلمين وقتلهم مجموعه من قراء القران في قضيه بئر معونه وغير ذلك من التجرؤ الذي حدث على المسلمين فهؤلاء اليهود استغلوا هذه الفرصه وارادوا استئصال المسلمين فجاء وفد منهم الى مكة المكرمة ليدخلوا في مفاوضات مع المشركين وعلى رأسهم أبي سفيان لكي يحركوهم ليهيئوا جيشا للقضاء على المسلمين فهؤلاء اليهود قالوا لهم إنا نضمن لكم أننا من طرف مناطق بني قريظة من هناك نهجم على المسلمين وانتم من الجانب الاخر الذي هو يقابل مكه المكرمه تهجمون على المسلمين ونقضي عليهم وخاصه مع وجود المنافقين في المدينه الذين يثبطون المسلمين وعلى راسهم عبد الله بن ابي الذي كان زعيما من زعماء المدينه وكان من المقرر ان ينصب ملكا ملكا على المدينه قبل الاسلام فلما اسلم اهل المدينه فاتته هذه الفرصه فهو اسلم نفاقا ولكنه كان يكيد للاسلام وللمسلمين فهذا الوفد من اليهود المدينه جاءوا الى ابي سفيان يحرضونه على قتال الرسول وارادوا ان يوجد تحالف بينهم وبين المشركين ونتيجة هذا التحالف كانت غزوة الخندق بحيث أنه تحالفت القبائل وجاءوا بجيش عرمرم رم وهذا الجيش كان حدود العشرة آلاف واحد هذا من جهة من جهة أخرى أيضا يهود بني قريضة أرادوا أن من الجهة الأخرى يهجمون على المسلمين فكانت القضية جدا قضية صعبة على المسلمين. طبعا الرسول صلى الله عليه واله بالتخطيط الحربي السليم تمكن من إفشال مخطط المشركين ومن إفشال مخطط اليهود، لكن هؤلاء اليهود حينما ذهبوا إلى المشركين أرادوا استمالتهم. زين المشركون سألوا منهم هل نحن أفضل؟ نحن أهدى أم المسلمين أهدى؟ زين هؤلاء اليهود المفروض أنه ضد عبادة الأصنام المفروض أنهم يكونون موحدين هم يقبل يقبلون الأنبياء من موسى وما قبل إبراهيم ونوح وآدم وما إلى ذلك. زين هناك مشتركات مع المسلمين. المسلمون أيضاً يرفضون عبادة الأصنام يعبدون الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له يؤمنون بموسى وابراهيم والأنبياء الذين هم من قبل ابراهيم فالمشتركات بين المسلمين واليهود أكثر بكثير من المشتركات بين اليهود والمشركين بل لا أمر يشترك فيه اليهود والمشركون ولكن مع ذلك لأنهم كانوا يريدون أن يستميلوا المشركين لحرب المسلمين لذلك قالوا أنتم أهدى من المسلمين ما هو الذي كان السبب والباعث على ان ياتي هؤلاء ويقولون هذا الكلام لانهم كانوا يحسدون رسول الله صلى الله عليه واله هؤلاء كانوا يريدون ان تكون النبوه فيهم لا في العرب لا في في قريش لا في بني اسماعيل ما كانوا يرغبون في ذلك بل حسب بعض التواريخ هؤلاء إنما جاءوا واستوطنوا في المدينة وأطراف المدينة لأنهم قرأوا في كتبهم أن النبي الآخر النبي الآخر إنما يكون ويخرج في هذه المنطقة فجاءوا استوطنوا هذه المنطقة يعني المدينة المنورة وأطرافها طمعا في أن يكون النبي منهم فلما رأوا ان الله سبحانه وتعالى اختار نبيا من بني اسماعيل لا منهم من بني اسرائيل كفروا برسول الله صلى الله عليه واله حسدا، وهذا الحسد هو من المرديات آه ابليس لم يسد لادم حسدا، وبدأت المشكله من ذاك اليوم الى هذا اليوم. ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يبين انه كما فضل ابراهيم وال ابراهيم كذلك فضل محمدا وال محمد، من الذي جعل النبوة في ابراهيم؟ الله سبحانه وتعالى. من الذي جعل النبوة في بني اسرائيل؟ الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى كما جعل النبوة في ابراهيم وفي بني اسرائيل كذلك جعل النبوة في بني اسماعيل فلماذا تحسدونهم؟ الله اختارهم لكن المشكلة انه عندما يأتي الحسد المنطق ينتهي دوره عند هؤلاء زين بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يبين أن هذه الخصوصية ليست في اليهود من جانب والرسول محمد صلى الله عليه واله في جانب، بل هذه الخصوصية توجد في آل محمد وفي أعدائهم. يعني لماذا كانوا يحاربون آل محمد آل محمد عليه وعليه عليهم الصلاة والسلام، لماذا كانوا يحاربونهم؟ كانوا يحاربونهم لان الله سبحانه وتعالى فضلهم فكان هؤلاء يحسدونهم حسدا كانوا يحسدون امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام كانوا يحسدون الامام الحسن يحسدون الامام الحسين وهكذا سائر الائمه يحسدونهم هذا من اهم الاسباب في عداء اولئك معهم مع انه المفروض كانوا يرضون بما قدره الله سبحانه وتعالى وبما قضاه الله سبحانه وتعالى فضل إبراهيم وآل إبراهيم الناس كان المفروض أن يقبلوا بذلك الله سبحانه وتعالى فضل محمدا وآل محمد المفروض أن الناس يقبلوا أن يقبلوا بذلك لذا في آخر هذه الآيات يعني في الآية 59 من سورة النساء الله سبحانه وتعالى يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واولي الامر منكم هنا اولي الامر لا يراد بهم اي حاكم وانما يراد بهم خصوص ال محمد عليه وعليهم الصلاه والسلام وفيما مضى ذكرنا بالتفصيل ولكن بشكل مختصر حينما الله سبحانه وتعالى يقول اطيعوا الله، اطاعه الله طاعه مطلقه لان الله سبحانه وتعالى لا خطأ في كلامه كل كلامه حسب الحكمة وهو الأولى بالذات من الناس لأنهم مخلوقون هم عبيد له فتجب عليهم طاعته إطاعة الله واجبة بشكل مطلق أطيع الله وأطيع الرسول إطاعة الرسول أيضا إطاعة مطلقة لأن رسول الله صلى الله عليه وآله هو معصوم فلا خطا في امره لا خطا في كلامه لا خطا في نهيه وكل ما يقول انما هو وحي من الله سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى فلا يعقل ان يكون هناك تناقض بين كلام الرسول وبين كلام الله سبحانه وتعالى فلذا تجب اطاعه الرسول اطاعه مطلقه في كل شيء زين اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي وأول الامر منكم. اولي الامر منكم هذه ايضا اطاعتهم اطاعه مطلقه، السياق نفس السياق، اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. تجب اطاعتهم اطاعه مطلقه. زين اذا هذا الشخص الذي تصدى للحكم مو معصوم يخطئ او قد يعصي زين هل نطيعه او نطيع الله سبحانه وتعالى؟ إذا أطعته فقد عصيت الله. وإذا أطعت الله سبحانه وتعالى فلم تطع أنت هذا الشخص الحاكم، يصير تناقض في الآية. كيف الله سبحانه وتعالى يقول أطيعوا الله ويقول وأولي الأمر منكم والحال أن هناك تناقضًا بين أمر الله وأمر أولي الأمر. لا يمكن ذلك وليس معقول والقرآن ليس فيه تناقض ولو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فإذا اولي الامر في هذه الآيه فقط المعصومون الذين لا يتناقض كلامهم وامرهم ونهيهم مع كلام الله وامره ونهيه فإطاعتهم تكون إطاعه لله سبحانه وتعالى زين. من هؤلاء الذين هم يكونون من ولاة الامر وهم معصومون اجمعت الامه اجماع كامل على ان ابا بكر وعمر وعثمان وحكام بني اميه وحكام بني العباس ليسوا بمعصومين هذا اجماع واتفاق من الامه اجمع ان هؤلاء ليسوا بمعصومين فلا تشملهم الايه بل ورد في التاريخ انهم اخطاوا كثيرا. كان يذهب احدهم على المنبر ويامر بشيء او ينهى عن شيء ثم تقوم امراه وتتلو عليه ايه من القران اللي كلامه يخالف تلك الايه. ما كانت تجب اطاعته في معصيه الله، لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. زين فهذه الايه لا تشمل هؤلاء. وإنما تنحصر في آل محمد الأئمة من أهل البيت عليه وعليهم الصلاة والسلام. فإذا حينما هؤلاء الله سبحانه وتعالى أمر بإطاعتهم يجب علينا أن نطيعهم شئنا أم أبينا. أحببنا أو لم نحب. أمر الله سبحانه وتعالى زين أن الذين لم يطيعوهم الذين خالفوهم، حاربوهم، أبغضوهم من أهم الأسباب في ذلك هو الحسد الذي كان فيهم كما أن الذين حاربوا رسول الله صلى الله عليه واله وأبغضوه واعتبروا المشركين أهدى منه ومن المسلمين سبيلا هؤلاء إنما حاربوا رسول الله وأبغضوه لأجل الحسد. هنا بريد العجلي من أجلاء الأصحاب قال سألت أبا جعفر يعني الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام عن قول الله عز وجل أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم هذه الآية في سورة النساء الآية 59 يسأل الإمام الباقر عن هذه الآية الإمام في البداية قبل ما يجيب عن سؤاله في الآية التاسعة والخمسين يبدأ من الآية الواحدة والخمسين يبين سياق الآية إلى أن يوصل إلى آية أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم زين شنو هذه الآيات إحنا بشكل مختصر نذكر هذه الآيات مع بيان تفسير الإمام عليه الصلاة والسلام لها ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، نصيبا من الكتاب، لأن التوراة التي كانت بيدهم هذه التوراة المحرفة كانت فيها شيء من الحق وفيها الكثير من الباطل. التوراة التي الآن بيدنا ليست كلها محرفة فيها بعض الصدق ولكن كثير منها محرفة إما أضافوا إليها فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم وكذلك حذفوا كثيرا منها إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب وأيضا غيروا الكثير وبقي القليل منه على ما هو عليه من الصحة والحق لكن أكثره باطل ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت الجبت يعني كل صنم يعبد من دون الله الطاغوت كل إنسان طاغ طاغوت صيغة مبالغة يعني كثير الطغيان أصله طغوت ثم بالإعلال صار طاغوت يعني كثير الطغيان هؤلاء آمنوا بالأصنام سجدوا للأصنام بغضا لرسول الله محمد صلى الله عليه وآله مع أنهم كانوا يعتقدون بأنه لا يجوز السجود للصنم كانوا يعتقدون بوجوب توحيد الله سبحانه وتعالى ولكن حسده حسدهم للرسول أوصلهم إلى السجود للأصنام ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا يعني لأبي سفيان وربعه هؤلاء هذا من باب الالفات يعني انتم اهدى من الذين امنوا سبيلا يتركون كل المشتركات وحسدهم وبغضهم يؤدي بهم الى ان يرجحوا المشرك عابد الصنم على الموحد المؤمن بالله سبحانه وتعالى هذه الآية شأن نزولها في هؤلاء اليهود وفي رسول الله محمد صلى الله عليه وآله لكن الآية تجري كما تجري الشمس كما تجري الشمس ويجري القمر كذلك بالنسبة إلى آل محمد بالنسبة إلى آل محمد البعض من الناس كانوا يرجحون المشركين عليهم مستعد ياخذ من المشرك ولا ياخذ من آل محمد ياخذ من اليهودي ولا ياخذ من آل محمد اقصوا امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام وما خلوا يفسر القران ولا يبين معاني القران ورفضوا الكتاب الذي جمع فيه تفسير القران من رسول الله صلى الله عليه واله هذا كله رفضوه في المقابل شنو صار في المقابل جاءوا بكعب الأحبار هذا حبر يهودي كان يأتي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وهو تو أسلم أسلم نفاقا كان يأتي ويفسر القرآن بالتوراة ومن هنا دخلت الإسرائيليات في المسلمين كان يبين خرافات التوراة ويجعلها كتفسير للقرآن الكريم بعد ذلك هذه الأمور انتشرت بين المسلمين وبعض الوضاعين نسبوها إلى رسول الله صلى الله عليه واله هاي الإسرائيليات اللي الآن منتشرة وأحيانا بعض المسلمين يصححون أسنادها هذه انتشرت من هذا الطريق ليش؟ لأنه ما يريد علي بن أبي طالب يفسر القرآن حسدا له بغضا له إقصاء له فيجيب في مقابلة حبر من أحبار اليهود أظهر الإسلام لتوه ولم ير رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يسمع آيات القرآن ولم يعايش نزول هذه الآيات يجي يفسر القرآن بالتوراة وغيره أيضا كذلك مو بس هو غيره أيضا من اليهود جاؤوا يقولون لائمة الضلال والدعاة الى النار هؤلاء اهدى من ال محمد سبيلا اولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا هؤلاء الله سبحانه وتعالى طردهم من رحمته لعنهم يعني طردهم من رحمته بسوء اختيارهم والا الله سبحانه وتعالى لطف بهم الرسول صلى الله عليه واله جاء وبين لهم الاحكام هذه من لطف الله سبحانه وتعالى عليهم خلاكم في زمان للرسول صلى الله عليه واله يكون موجود في ذلك الزمان ترون ايات الله بام اعينكم وتستمعونها باذانكم هذا من لطف الله عليكم لكنهم رفضوا هذا اللطف والله سبحانه وتعالى ما اجبرهم لان الامتحان يقتضي اختيار الانسان ولو شاء ربك لامن من في الارض كلهم جميعا افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين زين اذا واحد الله سبحانه وتعالى طرده هل هناك احد اقوى من الله سبحانه وتعالى ينصره من باس الله اذا جاء ام لهم نصيب من الملك يعني هل التفضيل بيدهم هذا الملك العظيم وآتيناهم ملكا عظيما يعني الطاعة. هؤلاء هل لهم نصيب من الملك؟ من التفضيل؟ يفضلون احد على احد؟ لو كان هؤلاء بيدهم التفضيل لبخلوا بخزائن الله سبحانه وتعالى. إذا لامسكتم خشية الإنفاق. اكو بعض الأحيان بعض الناس يبخل برحمة الله. هي الرحمة مو منه زين الله سبحانه وتعالى يريد يرحم واحد أنت شعليك الله يريد يرحمه مثلا هو شيء لا يملكه يبخل به الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل هسه هو بخيل زين في أمواله واحد آخر يريد يتبرع يتبرع للرسول صلى الله عليه واله، للمسلمين، للجهاد ويأمرون الناس بالبخل هكذا بعض الناس. أم لهم نصيب من الملك التفضيل. زين التفضيل يعني يفضلون أحدا على أحد في النبوة. أو يفضلون أحدا على أحد في الإمامة. أم لهم نصيب من الملك؟ يعني الإمامة والخلافة طبعا هذا بعد الرسول صلى الله عليه واله، في زمان الرسول الملك والنبوه، بعد الرسول الامامه والخلافه. فاذا لا ياتون الناس لا يؤتون الناس نقيرا. النقير شنو هو؟ شايفين نواة التمر. هذا نواة التمر في باطنه اكو شق. في هذا الشق اكو فتشي يشبه الخيط. هذا يسمى فتيل. في ظهر النواة اكو هناك نقرة زين هذا هذه تسمى نقير يعني هؤلاء من بخلهم حتى بمقدار نقير يعني هذا النقير اقل من غرام يصير اذا ارادوا يملؤوه فاذا لا يأتون الناس نقيرا النقير النقطة التي في وسط النواة أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يعني بل يحسدون الناس زين الناس منه هو في زمان الرسول المقصود به رسول الله صلى الله عليه وآله يحسدون الرسول بأن آتاه الله النبوة ومن بعد الرسول يحسدون الأئمة بأن آتاهم الله سبحانه وتعالى الإمامة أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله الإمام يقول نحن المحسودون على ما آتانا الله من الإمامة دون خلق الله أجمعين مزيد. لماذا تحسدونهم الله فضلهم كما أن الله سبحانه وتعالى فضل ابراهيم وآل ابراهيم أنتم تفتخرون اليهود بأنكم من بني إسرائيل بأن ابراهيم كان نبيا بأن إسحاق كان نبيا بأن يعقوب كان نبيا بأن يوسف كان نبيا بأن موسى كان نبيا بأن هارون كان نبيا زين من الذي جعلهم انبياء الله سبحانه وتعالى زين الله بنفسه جعل محمدا نبيا بعد ليش تحسده ذاك يقول اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء واتنا بعذاب اليم حتى الدعاء اما يعرف يدعو كان المفروض انه يقول هكذا ان كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا اليه زين الله يشوف هذا الانسان حقيقه يريد الهدايه الله يهدي والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم فقد اتينا آل ابراهيم الكتاب والحكمه واتيناهم ملكا عظيما الكتاب صحف ابراهيم الكتب التي نزلت على انبياء بني اسرائيل كالتوراه والزبور والحكمه يعني الشريعه وآتيناهم ملكا عظيما الملك العظيم يعني الطاعه كما يظهر من بعض الروايات يقول جعلنا منهم الرسل والانبياء والائمه فكيف يقرون به في آل ابراهيم عليه السلام وينكرونه في آل محمد صلى الله عليه وآله فمنهم من آمن به إيه القليل منهم كعبد الله بن سلام اليهودي آمن ومنهم من صد عنه ليس هو لم يؤمن فقط بل صد عن الرسول كان يمنع الناس عن الإيمان به وكفى بجهنم سعيرا زين هذا السعير ماذا يفعل بهم ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما هؤلاء في نار جهنم تحترق جلودهم زين اذا الحريق كان عميقا بحيث ان شبكه الاعصاب تلفت لا يشعر بالالم هذا في الدنيا هكذا وفي الآخر أيضا معاد جسماني لذلك الآن هنا يقولون إذا واحد احترق إذا لا يشعر بالألم هذا وضع مخطور لأن هذا الحريق نافذ إلى الأعماق بحيث أنه شبكة الأعصاب تلفت لكن إذا يشعر بالألم ويصرخ من الألم فهذا يحتمل أن يشفى لأنه أعماق أعضاء لم تحترق لا شبكة الأعصاب عاملة يعني أطرافها لم تحترق فيمكن أن يعالج زين كلما نضجت جلودهم يعني كلما احترقت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها هاي غيرها يعني مو معناه أنه يجيبون جلد آخر على بدنه لا معناه أن نفس هذا الجلد الذي احترق مرة ثانية يصاغ على هذا البدن لأن المعاد جسماني نفس الجسم هذا الجلد يصاغ مرة أخرى ويركب على جسمه، مرة ثانية يحترق، مرة ثانية يبدل، يبدل لا بغيره وإنما الصورة تتبدل وإلا المادة فهي نفس المادة. هذه إلى الآية 56، طبعا السؤال شنو كان؟ عن الآية 59. الآن الكلام مستمر. بقية الرواية الكليني لم يروها لحد لهنا الكليني ينتهي في الرواية لكن العياشي في تفسيره يكمل بقية الآية إلى أن يوصل إلى هذه الآية أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم لأن بقية الآية زين هذا بالنسبة إلى الكفار الذين آمنوا كيف والذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا لهم فيها ازواج مطهره وندخلهم ظلا ظليلا. ثم بعد ذلك ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعم ما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا ثم بعد ذلك يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم يعني الإمام بدأ من الآية الواحدة والخمسين حتى يوصل إلى الآية التاسعة والخمسين ويفسرها حسب السياق لأن هذه الآيات شأن نزولها الرسول وأعداء الرسول من اليهود لكن هذه الآيات تجري في الأئمة أيضا فكما كانت تجب اطاعه الرسول صلى الله عليه واله من يطع الرسول فقد اطاع الله كذلك تجب اطاعه الائمه اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم وكما ان الناس حسدوا رسول الله حسدوا الائمه من اهل البيت عليهم الصلاه والسلام كما ان الذين خالفوا الرسول قالوا للمشركين جبتكم وطاقوتكم اهدى واحسن وانكم اهدى من الذين امنوا آمنوا سبيلا كذلك الذين عارضوا الأئمة قالوا حكام الجور أفضل يعارض الإمام الحسين يقول يزيد لعنه الله أفضل يعارض الإمام الجواد يقول المتوكل مثلا أفضل وهكذا وكما حسدوا رسول الله حسدوا هؤلاء وكما أن الذين خالفوا الرسول مصيرهم جهنم الذين خالفوا الأئمة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وأن الذين آمنوا بالرسول وأطاعوه مصيرهم إلى الجنة كذلك الذين آمنوا بالأئمة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وأطاعوهم يكون مصيرهم إلى الجنة نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لإطاعة الرسول وآله عليه وعليهم الصلاة والسلام هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين